لكن مثل ما قلنا لكم الصبح اليوم وصفتنا دجاج على الطريقه اليونانيه. هاي صباح النور، كيفي؟ انت شرشك يوناني؟ طبيعي. هلا تذكرت انا. مقصوده يعني مش مقصوده. كله تمام؟ كيف يونانيه؟ شو اليوناني فيها؟ الانجريدينز اللي هن فيها رح يكون، رح نعمل صوص مع بصل مع شحبتين ثلاثه هيك زيتون رح نفقشهم ديركت هلا، رح يكون فيها ابينات، رح يكون فيها زيتون، رح يكون فيها شيري توميتو، رح يكون بقلبها في شقف فتة هيك مفرفطين، يعني ما رح يضلوا شقف مثل ما هن، رح يفرطوا بقلب الصوص، رح يلونوا الصوص في شوي كريمي يعني. مزبوط، رح يصير فيها شيء احمر شيء ابيض. اوكي، رح نحط بقلبها شوية نعناع كمان. وهذا بالنسبة للصوص. هذا نعناع؟ هذا نعناع. والله شغال. ايه شباب. بلشنا بالبصل، هيك نحن وهلا عم نطبخ بنخفف. هي صوص فيها كل هالمكونات. مزبوط. والدجاجة مطبوخة بقلبها أو على جنب؟ صدر الدجاج رح ننقعه نقعة بسيطة هيك لنعطيه لون وطعمة طيبة، ورح نقليه إذا بدك نعطيه بالمقلاية لون، ونكفي طبخته بقلب الصوص. يعني رح ياخذ من نكهة الصوص. تحمل هاي الروسات اليوم هيك توم زيادة. هون الواحد بيحط قطعة دجاجة يعني بالصحن. مزبوط، يعني الصدر نحن رح نقصه. رح نقطعه نرجع. لونه ما رح يكون ستيو يعني، رح يكون شقفة، بس نحن الصدر كبير رح نقصه بالنص. اوكي. هون رح ناخذ هالبسمتي، هون عندنا مي وملح. هون رح نسلق بسمتي سالق، ما رح نفلفله. ليش؟ لأنه رح نرجع نشيله ونكفيه. هو أطيب، بفتكر هو الطريقة هيك أطيب. تراديشنال هيك مش هيك؟ فينا نفلفله بس حبة البسمتي رفيعة تنكسر يعني بتتعب بالفلفل معنا. فنحن رح نسلقه، رح نرجع نشيله، نحن نعمل له قلية بصل صغيرة بقلبه مع زيت زيتون. والشي زيادة اليوم على الروسات هو إنه رح نحط شقف حلوم بقلب الرز. حلو. حلوم بالرز. ليك شو رح نعمل؟ رح نركب غراض الصوص هيك دغري. نحن عم نشتغل فيها بنرجع بنحط غراض دجاج الماريناشن عليها. وبنرجع بنطبخ بقلب الصوص. زيت زيتون، بصلة، ثوم. لحديت هلا بس مزبوط عم نقطع البندورة الصغيرة. اوكي. رح نقليها هيك بقلبها. هون بدنا نسويها ولا؟ نو هيك التتبيل لأنه رح ترجع تكفي طبخ بقلب الصوص. هلا هي الهدف منها تضل شقف، بس ما رح تضل شقف هيك كاملة يعني. نحن بدنا نكون محضرين على جنب صلصة بندورة. مزبوط، نحن عندنا هون الصوص طومات. هلا فينا نحن نعملها كلها بقلب الصوص طومات، بس اليوم يعني ما معنا الوقت نعملها. فنحن عملنا الصوص هون الطعمة كلها بقلب الصوص. وهلا بس هون لتس سي بدنا نعمل الصوص من زيرو. مزبوط، بنجيب الثوم والبندورة المقشرة. صح. أوكي. وبيبلشوا ينطبخوا مع بعض. مزبوط. هون حركنا الزيت، كم حبة بندورة، كم حبة، كم ورقة نعنع. نعنع كثير طيب كثير بالطبخ، يعني بيستعملوا إذا بدك مطبخهم كثير قريب من مطبخنا كانجريدينز. من الأجبان مزبوط للزيتون للأعشاب للزعتر، كلهم يستعملوا بالمطبخ اليوناني. رح ناخذ زيتون. هلا هون بدنا ننتبه على الملح لانه الرسات رح يكون فيها فتة ورح يكون فيها زيتون. فهون كثير دقيقة القصة. دجاج فيها ملح. مزبوط، يعني ما بدنا تطلع الروسات بالاخر مالحة، فهون مثل ما دائما بنقول ملح ما بنحط ابدا. نترك الملح لاست منت بنحطه. أنا هون عندي سبانخ كمان سالقه ومعصره. رح ناخده نقطعه هيك شوي. ما كثير رح نكتر. هلا اذا بتلاحظي فينا نحط سبانخ ني؟ فينا نحط سبانخ ني اكيد. هلا هون نحن اذا بتلاحظي الصوص رح تطلع ما كثير صوص، يعني رح تطلع كثير قاسية. وهذا هذا الهدف. ما في هالصلصة يعني. صح. حلو. يعني اذا بدك هون حلو. مزبوط، كل الطعمات صارت بين السبانخ يعني والبصل، يعني الزيتون البندوره والبصل. الفتة بالاخر بتنزيد. الفتة من بعد الصوص. من بعد الصوص. يعني اذا بدنا نقليها كثير رح تفرط، ما لها معنى يعني نقليها، لانه هي دائما الهدف من واحد بس يطبخ شغله بس يقليها
تيقوي الطعمه ليخفف الليكيد من حالها برودوي لتبين طعمته. هون ما بحاجه لانه الطعمه كلها بقلبها الفتة، يعني بدنا نسقطها تسقيط. اوكي. شو صار بالزيت؟ دائما البسمتي بده وقت اقل اكيد لانه حبته ارفع واصغر وبتشرب مي اسرع. اقل نشا دخلك البسمتي؟ اقل نشا. هلا اذا بتلاحظي هون ما بحاجه نغسل. اوكي. لانه ليش؟ هون شو انت بتصفيه هلا ولا؟ رح نصفيه. انا هون الحبه اكيد بعد بدها. بتركها تغلي على هاي النار. رح ناخذ هالصوص. هون اذا بتلاحظي انا غاليها للصوص زياده. حلوة. انا شو رح اعمل بهالوقت قبل ما نشيل البلاتو تبع الخضره؟ رح اقص شويه فتة هيك نحطهم بالصحن نجهزهم. سو الدجاجه رح الدجاجه يلا هلا رح نبلش فيها. رح نقليها بس تنعطيها لون يعني. نعطيها لون ونرجع ديركت نحطها بقلب الطنجره. هون حامضة لشو؟ حامضة هلا رح نحطها بنقة الدجاجة. اوكي. القشرة يعني رح نستعمل القشرة. البرش؟ لا مش رح نبرشها، رح نشيل القشرة صح. إذا بتلاحظي الفتة عم تكبرها شوي لأنه هي رح ترجع تفرط. إذا بدي صغرها من هلا رح تصير كثير مفرفطة. طيب شو بعد عندنا تقطيع بالمبدأ؟ حلوم. يلا منقطع شقفة الحلوم ونرجع نشيل البلاتو لنشتغل بالدجاج. الحلوم كيف بتقصيها بتضل؟ لأنه التكسير تبعها أكيد مختلفة عن حيلا جبنة إذا بدي. ايه. هلا حتى لما تسقطها بالرز بتدوب شوي بس بتحافظ على شكلها. على شكلها ايه. يعني بتطرى شوي بس. صح. سبقتيني، بتطرى بس بتحافظ على الفوليوم تبعها والشكل. هون بس خففي وتركيها تغلي. هلا بندوقها بنسقط لها غراضها. بتعرفي شو يلا قلت لها نشيلها الغراض. رح بلش حضر الطنجره لنطبخ دجاج؟ لا رح ننقع الدجاج رح نرجع نطبخ الرزات لانه بيكونوا خلصوا يمكن بعد بدهم اربع خمس دقائق ماكسيموم. اوكي. يلا ايه يمكن مثل ما قلنا ثلاث اربع دقائق. شو عندنا هلا؟ رح نبلش بالدجاجات رح نقصهم. هلا هون اذا كان عندنا صدر صغير ما بحاجه نصغره. انت بدك ترققه يعني؟ بدي رققه لحتى نستفيد من الوقت صح. هلا هون فينا ما نعمل هيك بس بصير بدنا نعطي لون نكفي يا بالفرن يا بدهم ياخذوا وقت اكثر بالطنجره. اوكي. يلا. لا وبعدين قطعة كبيرة أصلاً. لا صح هو الصدر كبير يعني هو ايه. تقريباً شي 250 جرام فالبورسيون بتطلع كبيرة صح. بتعرفي شو رح نقصه ثلاثة كمان. يعني إذا بتلاحظي عم نقصه تضل محافظ على شكله كصدر. سو هيدي الصوص بتاخد هالكمية من الدجاج؟ الصوص شوي كتيرة. كمان؟ شوي كتيرة ايه. بس نحن ما رح نقدر نعمل على القد يعني بتطلع عن جد بكعب الطنجرة. هلا رح ناخد رح نحط غراض النقع هون رح نحط بابريكا رح نحط اوريجانو رح نحط ملح رح نحط بهار.
رح نحط شقفة حامض، رح نحط ورقتين حبق وحبة ثوم، ونرجع إذا بدك. واللي فينا نقعن قبل؟ فينا بس ما بحاجة لوقت كثير، لأنه هي النقعة إذا بدك أكثر شوية بيس، يعني الطعمة رح تبين ديركت بقلبه. ما عم نحط لبن، ما عم نحط مطارد، ما بدها وقت لتفوت بقلبها. هون الرزيت نص دقيقة حنشيلهم، وهون الصوص عم تغلي على الخفيف، هذا المطلوب. هلا شوفي الالوان شو صارت حلوه، صار عندك الاحمر الاسود والاخضر، وهلا جاي بعد الفتة. حلو، يلا نطلع نحط غراب النار نشهد فيها البابريكا. بعدين الدجاجة بدها تنخلط مع الصوص، يعني كمان تنحط بقلبها اكيد، انه نقعتها ما كثير مهمة صح كنكهات. شو عندنا؟ هذا الاسود إذا بتلاحظي عم نعمل نقعة لحالها. دائما أنا بفضل أعمل هيك انتين وقت يكون في بابريكا بالنقعة، لأن بدوب أكثر هون ما بصير مبين على كل شقفة صدر لون معين، يعني صار عندك لون واحد يعني صح كلون، بتصير خلطة وحدة 100%. هلا شو رح نعمل؟ رح ناخذ كف 100%. في كم شقفة كبار هيك نقصهم هيك.
ياخذ ديركت نار. هيك بنساعدها تطرى شوي. بتطلع تشوي اكثر لانه ما رح كثير ترجع نرجع نطبخ الرز يعني. ما بدنا نكسر الحبه كثير بالطبخ. رح ناخذ في زيت عليهم. فوالا هول الحبة. رح ناخذ يلا بهار اسود. كمان هون ملح ما بنحط. حلوم فيه ملح على اخر شيء بس نخلطهم رح ندوق اكيد. اذا عزنا على الرز وعلى الصوص نرجع بنحط كل شيء. نطلع ال هلا هي رح نشيل القلايه رح نزيحها ونبلش بالدجاجات. نحن تقريبا الصوص خلصت بس بدنا ندقلها ملحها. نبلش بالدجاجات. هلا الدجاج رح نعطي لون ديركت يعني انجح دقيقه على كل ما يلي ونحط بقلب الطنجره نرجع نغطي الطنجره ونحطها على النار. هيك بيستووا كلهم مع بعض. هذا الرز رز شوي كثير ما رح نحطه كله. بعرف شو يلا بيروحوا نظبطهم دغري. هلا هون رح نخفف لانه نحن البصل اللي بدنا نقليه قلينا والرز مستوي كمان. الرز مستوي. نحن هلا ما بقى عندنا غير بدنا نبلش بالدجاج. غير شكل رح تطلع. حلوه كثير هالوصفه. هون رح احط له هيك شوية زيت زيتون على الني للرز يعطيه لمعية فينا وبيرجع هيك ما ببين منشف. الرز خلص مش هيك؟ الرز خلص رح نزيد له هيك كم ورقة حبق. اوكي. حطهم افرمهم. عالبلاتو. لكن بلشنا مشاهدينا بالصوص بصل مع ثوم بزيت الزيتون. صح. رجعنا زدنا البندوره الكرزيه والزيتون والسبانخ. شويه سبانخ صوص طماط و رجعنا حطينا فتة. رجعنا حطينا مكعبات فتة. هلا بنقلل الدجاج اللي منقوها بالاوريجانو بالبابريكا زيت زيتون وزيت الزيتون قشر حامض. هلا بناخذهم ديركت بنحطهم هون. صح. والرز البسمتي قلينا له بصله ناعمه صغيره مع زيت زيتون مع حلوم مع ورق حبق والرز ملح وبهار بس. ذاتس ات. هيدا هو. هلا رح نسكب بعد البريك بالبرزنتيشن. رح نعمل برزنتيشن بالجار. هون هلا هيك رح نغرق شوي الدجاج بالصوص ليغلوا مع بعضهم ونكون علينا ثاني. هيدي كبيره ما صغرناها ما بقصر. هيك شو رح نعمل؟ رح نشيل الرز لنحضره للسكب هون. هيدي هون رح نحط هيدي هون. مثل ما قلنا الرسات منا صغيره اليوم فيها شغل بس طلعنا فيها على القد. فيها شغل ايه؟ في كذا ستيب. فيها كذا ستيب. هون رح نغطي هيك البخار بس ينقلق بس تغلي الصوص بساعد كمان لتستوي اسرع. هون بعد بدنا نقلب هول ونتركهم شي 5 مينتس بقلب الطنجره. اممم
ليستوي. ريحة طيبة. مشاهدينا رح ناخذ فاصل سريع، بلكم معنا رح نرجع دغري على البرزنتيشن. واو شو حلو طالع الجات، رز البسمتي بجبنة الحلوم وشوية حبق وبصلة أكيد. صح، يعني الرسات فيها شوية شغل بس الانجريدينز هينين، ما كتير يعني واحد بده يقعد يفتش عليهم. مزبوط، يعني هي الصوص أكتر شيء يمكن رح تاخد وقت. الصوص فيها شغل إذا بدك، فيها كتير مكونات لأن كل الطعمة بالصوص، بس إنه مكونات موجودة بالبيت يعني زيتون و والبندوره والبصل والثوم، بس ناقص يكون عندنا جبنه الفتة، وهي اكثر شيء يمكن يعني الفتة بالصوص والحلوم بالرز عم تعطي الهويه اليونانيه اكثر شيء، الايدنتيتي تبع الصحن. ومثل ما كنا عم نقول يعني الانجريدينز كثير بتشابهوا مع مطبخنا. اذا بتلاحظي النعنع نحن بنستعمله، الزيتون نحن بنستعمله، صح، الفتة لا ما في شك انه جبنه، مش جبنتنا يعني، بس نحن بنستعملها كثير اكيد. والبندوره وال يعني رسات إذا بدك جديدة شوي، بس الانجريدينز موجودين عندنا. ولاحظت إنه الصوص مانا كثير رخوة كمان. صح، يعني الصوص هي المفروض تضلها سميكة. الصوص بدها تطلع هيك قاسية، هي أكثر من صوص، يعني هي إذا بدك جارنيتور. لقطة بعض، مظبوط. هي جارنيتور أكثر لأن فيها السبانغ بقلبها، فيها الفتة، فيها الزيتون، فيها السبانغ، الشقف الفتة يعني. والدجاج بعد ما نقليه على جنب بنزيده. الدجاج حطيناه هون يمكن ثلاث دقائق بس بهالفترة، بس يعني هو كثير رفيع دغري بيستوي، يعني لو بدنا كان نستوي بالمقلاية كان بدنا نزيد له بس يمكن دقيقتين أو ثلاثة كان استوى. فيري نايس، وصفتنا كثير حلوة اليوم جاد، ميرسي بوكو. رح ناخذ وقفة مشاهدينا ومنكفي ألايف من بعدها، وضلكم معنا.